المخططات التي كانت تناقش في الغرف المغلقة خلف أسوار مطار الغيضة بين ضباط المخابرات السعودية والإماراتية وقيادات ما يسمى المجلس الانتقالي وبعض الشخصيات المرتهنة للمال بدأت اليوم تظهر من خلال تحركات على الأرض في محاولة لإغراق المهرة بالفوضى. أتمنى أن يوعي كل من لديه نقص في المعلومات أو أنه يقف مع في طريق الخطأ أن يعود إلى صوابه وأن يلتحموا بجماهير شعبنا في سقطرة والمهرة. وسقطرة هي موجودة، محافظة سقطرة، أرخبيل سقطرة، ولن يشل أحد فوق كتفه، وستتحرر بإذن الله، والمهرة سندافع عنها وسنهزم ميليشيات العدوان. كانت لجنة الاعتصام السلمي قد حذرت مبكرا من مخططات السعودية والإمارات في محافظة المهرة ومحاولة تكرار السيناريو الانقلابي في سقطرى يبدأ بالفوضى ومحاولة شق الصف المهري لتمرير أجنداتها الاحتلالية. نحن اتفقنا في المهرة تمام أن نحمي محافظتنا من ميليشيات خارجية تكفينا السعودية وبوابي الاحتلال تمام، لأنه محافظة سلمية وفيها جاليات من اليمن كثير تمام، ومش بحاجة نحن إلى ميليشيات وإلى فتح وقتال بين اليمنيين واليمنيين. ممكن نتفق سياسيا تمام على أساس أنه كل واحد يبقى في محافظته حتى نشوف كيف الرؤية الواضحة. نحن كلنا يمنيين تمام، اما كل ميليشيا تجي وتسحل مكان وتروح مكان وتروح هذا بدون توضيح الرؤيه الكامله. التحركات المدعومه سعوديا واماراتيا للانتقالي وبعض الشخصيات التي نبذتها المهره تحاول التشويش على ما تقوم به السلطه المحليه بالتعاون مع القوى والمكونات المهريه لعقد لقاء موسع وتوقيع ميثاق شرف لتجنيب المحافظه خطر الصراعات. ومن ضمن هذه النتائج هو يعني التفاف كل ابناء المهره حول حمايه المهره وتشكيل اللجان في المحافظات وفي المديريات احترازا لاي امر طارئ في المستقبل. الوعي الكبير لدى ابناء المهره وتحركاتهم الشجاعه والواسعه للتحذير من مغبه الدسائس الحاقده وهي في مهد التخطيط كفيل بالتصدي وافشال كل المؤامرات التي تحاول النيل من امن واستقرار محافظتهم.